هو ده عادي؟ يعني انت عمرك شفت قبل كده ظابط عامل كمين تحت بيت صاحبته؟ طب مالك يا حماده بقيت عيل خرع كده؟ يلا في ايه يلا مالك يلا؟ انا معاك، انا بنفسي معاك. ده معناه ايه بقى؟ سكينه بقى وتطلع ورقه وقلم يا حلو وتتعلم. يا صباح العسل يا رجاله. رخصك فات شيل العربيه. مالك يا باشا؟ ده مفهومك على الميري مش كده خالص؟ فيش حاجه كده. حماده بيه عمر فن طلع ورقه وقلم خد اقواله. اقوال ايه واحنا في الاسم؟ ايه ده الفنان احمد زاهر حبيبي. ازيك يا فنان؟ صباح الفل يا باشا. انا بحبك حب حبيبي. بحبك شرف ليا والله. شرف عينيا. ده انتوا حماة البلد. بقول لك ايه يا نجم بصراحه كده عينيا انتوا بتبوسوا في الافلام بجد ولا كده؟ انا عن نفسي يعني انا ما ببوسش خالص. طب انا عايز ابوس. نعم. عايز امثل تخدمني الخدمه دي؟ معقوله يا باشا؟ ده انت ظابط قد الدنيا عايز تسيب دورك الوطني الهمام دوت وتروح تمثل؟ ده احنا بنتحمى فيكوا. معلش يا باشا بس بمسح صور عشان الذاكره عندي مليانه بفضي المعرض بتاع الصور. معلش اهو معرض الصور اهو. يلا اهي. على فكره بحبك برضو. ها يعني بخش معاك في الصوره. اتفضل معانا في الصوره جوه. يلا اشترك يا باشا. الضحكه بقى الضحكه الحلوه بقى ها. يلا نبين سنه الارنوب اهي. نعمل حركه يا باشا. الحركه انا ما بطيقهاش دي. يلا بوز البطه بقى بوز البطه. عنديل بركه يا فندم. بركه والله يا فنان. يلا لعبنا وهزرنا. تمام. ها رخصك بقى برضو. رخصك انزل لي. لا 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 سوري بقى معلش ستوب لحد فوق. انزل لي. لا يا فندم حضرتك تتعامل معايا قانوني. من حقك انك تسحب الرخص وانا اروح زي الشاطر ادفع الغرامه واجيبهم. تجيبهم ده لو لقيتهم هناك اصلا. ماشي اوكي هجيبك يا احمد ازاي. غير بقى موضوع خد اقوالهم ده. هاي هاي. لا ما ده فيها هاي بقى. حمادة بيه عمر فندم طلع ورا وقلم بسرعه خد لي ارقامهم. غيرت اهو. ها شوف الجد بقى. امال ايه هو؟ الحمد لله انه هاي وكله تمام طبعا. بس استسمحك معلش لو معاك على الموبايل اي حاجه ليكي وانت لابسه كت. ايه ده انت مجدد الرخص؟ ها لا انزل لي بقى. لا بهزر معاك. ايه ده ايه ده يا ابني؟ ده الله الله. ايه يا ابني اللي بتسمعوه ده؟ ما تسمعونيش انا ليه؟ قصدي اللي بتشربوه ده ايه؟ كتابة في كل كلمة كتابة. لا وايه؟ طلعت خبرة جدا وعارفة بتعمل ايه؟ وتريها متعودة دايما. يا ريتني سمعت كلام أيمن. تقول عشان تاخد الرخص. متعودة دايما. طب مفيش ابتسامة ليه هنا؟ يا ريتني سمعت كلام أيمن. باشا بعد ما عملنا قائمة بكل الأجانب اللي موجودين في مصر في الفترة الأخيرة وما خرجوش تاني شكينا في مجموعة قليلة منهم. كلمنا السفارات بتاعتنا في بلادهم يا فندم عشان تساعدنا. النهاردة بس جات لنا معلومة في منتهى الأهمية. في جواز سفر باسمه جوزيف أنطونيوس. الراجل ده ملوش وجود في اسبانيا اصلا. اسمه وهمي. حتى العنوان اللي موجود في جواز السفر يا فندم طلع مش حقيقي. وبعد التحريات وتكسيفها هنا في مصر اكتشفنا انه موجود في حي الزمالك. مستني ايه؟ اتحرك فورا. حذاري تمشي بالرخص ساريه بعد كده. لو شفتها ساريه هسحبها. اتفضل. طب ايه الشحروره لسه ما ظهرتش؟ ده 10 دقايق والبوليس جاي. يا ابني احنا عملنا كل حاجه ناقص بس يتقبض علينا. مش فاهم نايمه دي ولا مقتوله ولا وليد. هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يعني هو انت فكرك صوت يعني الطوبه في البلكونه ده هيلفت نظرها؟ تصدق فكره حلوه. ايه؟ ايه يلا سد وداني بسرعه. سد وداني. سد ودانك ليه؟ ما تسدها انت. في طوب في ايدي وفي مسدس في ايدي. خلص. طب بالراحه بالراحه. طلعت يلا طلعت. وليد عارف يا هبل. ايه اعمل نفسك مش واخد بالك. انا وليد. يا وليد ايه ده ريم؟ ايه ده بتعملي ايه هنا؟ انا عايشه هنا غريبه يعني. انا بقالي 11 سنه خدمه هنا كل يوم عمري ما شفتك. 11 سنه ازاي يعني؟ بس ايه القمر اللي طلع علينا مره واحده ده؟ ايه الحلاوه دي؟ حلوه البدله.
لا بص الزرارين دول بقى. طب مش عايز تحكي لها على ذكرياتك وانت طفل؟ ما تقول لها يا ابني تنزل هنا وتكلمه. طب انا نازله. لا لا مش مشكله، خليك انت مريحه فوق شويه. خلاص ماشي. إيه انت ما بتصدقي كده؟ خلاص انزلي يلا، مستنيك. استناكي في المدخل جوه اهو. يلا سلام. يا سلام يا تاكسي. خليك ورا التاكسي المشتبه فيه، ضيق عليه الدايره عشان ما يهربش مننا. علم يا فندم وينفذ. انا هنايم الحي ده من المغرب. تعالى يا اسطى انت كويس؟ تعالى انت كويس يا اسطى؟ سي عندك فيروس سي؟ سي ضربني بالروسية يالا؟ ولما انت كويس يا حقير يا ناكرة تضرب ضابط مزيف؟ حاسس بقى تأدية عمله؟ الله، لحظات الضعف دي ما بتتكررش. اعمل ايه؟ اضرب فين تاني؟ تحت الحزام. تحت الحزام الاخر. ايوه تحت الحزام. لا 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 ولا 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 البنطلون هيتقلع. هيتقلع يالا مش بتاعي. سيبه. اسيبه ليه؟ هنقلع هيو. انت في ايه انت؟ سيب يالا البنطلون يالا. انا عليه مات. ايه ده في ايه؟ تعالى الحقني، خلك بقى قاتل، خلك بقى قاتل. قاتل؟ يا نهار اسود، ايه اللي حصل؟ انا مش عارف. يا نهار اسود. ايه؟ ولا حاجه عادي مش حاجه. تروح روح اجري اجري بسرعه، تروح الصيدليه هتلاقي اي حاجه تفوقه. وانت شوف بقى التوي فين ده، ولا تحط بقى داهيه. نعمل ايه؟ هنتصدى؟ احنا هنتسجن حالا. شخط ايه بقى في اي حته طويله قبل ما ريم تنزل؟ بعدين لازم اروح، لان هي قالت لي هشوح كبده وانزل لك. شوح كبده ايه؟ مش هتساعدني؟ يرضيك ساعه قاتل يا خالو. لا ما طبعا ما ارضاهالكش. طب الحجم ده بقى يتزق ازاي دلوقتي؟ حمامة الحق اغلق بسرعه، البوليس ميشق في كل مكان. ميشق ميشق يعني في كل مكان يا حمامة. اغلق بسرعه بسرعه بسرعه. استنوا، انتوا رايحين فين؟ انت اللي جابك دلوقتي، لازم تمشي حالا. ليه؟ عشان احنا بنجري من البوليس. البوليس اللي انتوا بتجروا منه؟ اذا كان انتوا البوليس. صحيح احنا انا والزملاء وقت الفراغ كده بنحب نكسر الملل، فبنطلع نجري ورا بعض. طب انا جايه معاك. لا مش هينفع. لا مش هينفع. قريب تبقى فن قوي. الله تبقى فن قوي. لا طبعا. تعالي تعالي ليديز فيرست. تعالي ايه؟ تعالي. هو البنات بتحب الحركات دي جدا. والله فعلا شيك يعني. طب انا هقول لك حركه احلى يحبوها قوي. لا استنى ماشي يا عم جنتل. وليد هي اللي فتحت الباب يا وليد. وليد ولا وليد ما تسيبنيش، انا هي اللي فتحت وركبت. ثانيه واحده كده. ماشي يا جنتي. انا ما كنتش قصدي اكون جنتي ولا وليد. حرف الام يعني ماركوس. تابع الميكروباص اللي قدامك، اوعى يهرب منك. البوليس بيجري ورانا. والمشكله عشان البس الحزام. انا بقول لك البوليس جه ورانا عشان تلبس الحزام. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ شدوني. ما تسعاش. شدوني. رجاء ارسال دوريه للدعم للشباب في وجود اسلحه. تعالى. خش جنب اهو. الميكروباص اتجه لشارع ابو الفدا. عمليات جاري مطاردة الهدف يا فندم. خلي بالك يا وليد. ايه ده كمين؟ احلولو كمين يا حماده. سلم على الزملاء باشا. الكمائن المتواجدة بشارع أبو الفدا، متابعة ميكروباص بدون نمر. جد شوية بسرعة. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. أنتوا بتستحملوا شدة الأعصاب دي إزاي؟ أنا عامة في المواقف اللي زي دي أحب أسمع ساموزين جدا.
انا طول ما انا جنبك يا حبيبي يا حبيبي. طمني قوي قلبك يا حبيبي. شكرا ان انت اخدتني معاك في الاكسبيرينس التحفه دي، بشكرك بجد. انا اللي هقوم اشكر الظروف حالا بصوت عالي لو ما ركزتش في السواقه. اتفضل. انا في حياتي عمري ما ركبت عربيه وحسكتها. قرب اكتر قرب اكتر. بص اللي جايه دي بقى، ها ركز بقى في اللي جايه دي. ها خلي بالك خلي بالك. خلي بالك يا اخي قلت لك ارجع بسرعه. ممكن البس دي؟ البس البس، احنا كلنا هنلبس. حاول تحدد لي عدد المشتبه فيهم في الميكروباص. تمام يا فندم. صعبان عليا الراجل اللي ملوش ذنب ده. راجل مين؟ ايه؟ الراجل ده حماده. انا حماده ماليش ذنب. انا عايز ينام، انا مسهره طول الوقت. ارجع نام ورا شويه يا حماده، العكس ريح شويه ورا. رايح فين يا حماده؟ هيريح هيريح شويه هيريح شويه، ده صاحب قال له كذا يوم. عدي ده عدي ده بسرعه. انا عايزه حي، ما حدش يضرب نار. هو بيعمل ايه ورا؟ ما تركزيش معاه بقى. انت شكلك اتغير. بقى تطبيق وسهر مأموريات كتير قوي. شنبك. ايه ما هو كان ورا بيحرق شنبه.